بسبب مشاركتي في هاكاثون المرأة فكرت إن هاي الشيء جديد، أول مرة يعني يكون في البحرين، وأعتقد حتى على نطاق المنطقة، إن تجمع نسائي لطرح أفكار مبتكرة. الهاكاثون برنامج سريع وحلو يصير على مدة أيام قصيرة وتنجز منه شيء. يعني وايد متحمسين، فعندهم أفكار وايد مثل ما تقولون جنرال، فكنت أحاول أساعدهم إنهم يركزون أكثر، لأن هذا الشيء وايد مهم. إحنا ما نقدر نسوي كل شيء، إحنا نبتدي مشروع لازم نبتدي بطريقة واقعية وبسيطة. هل حطيت التايم لاين حق ذي الأبليكيشن إنه والله عقب ذي النقطة ممكن إن إحنا نطلع فرضا في الدول الخليجية؟ احنا كمجموعه كل واحده عندها مهاره مختلفه، يعني معنا كل هالبنات بهالمهارات المختلفه زين عشان نحقق اور جول. اور جول از تو وين. للامانه ذهلت انا او يعني أعجبت بمستوى المشاريع المقدمة اللي لمست فيه أن بعض الأفكار اللي وردت فيه الحقيقة غير متوقعة، ولاحظنا أيضاً أن عندهم نوع كبير من الثقة بالنفس، وفي نفس الوقت من خلال الأسئلة والأجوبة اكتشفنا على أنهم فعلاً كانوا ملمين بجوانب الموضوع، وأن الحلول اللي قدموها كانت متكاملة. كنا نحاول أن احنا نوصل فكرتنا في 4 دقائق قبل لا نطلع للجنة التحكيم. من طبيعي ان الواحد يعني المشاعر تمتزج بين الحماس وبين الخوف والتوتر. الغرض من مشروعنا ان احنا نبني سيستم متعلق بتطبيق ان احنا نجمع البقايا الطعام من المنازل والمطاعم والفنادق وناخذها الى ماكينه، وهاي الماكينه بتحول هاي بقايا الاطعمه الى طاقه كهرباء. فكرة المشروع بشكل عام تتطرق إلى نقطة النفايات أو تقليل من النفايات، خصوصاً الأشياء الموجودة تكون متكدسة في البيت، يمكن ما تكون نفايات صالحة للاستخدام، يمكن إن في ناس ثانية محتاجة هاي الأغراض، بس أنت كشخص you don't need it anymore، ما تحتاجها. فكرة المشروع تتمحور حول الانسكابات النفطية اللي تصير في الخليج العربي والبحرين.
مما يؤدي إلى أثر كبير على حياتنا الشخصية كأفراد المجتمع وعلى الثروة السمكية وهالأمور.